وما جات مش نظر وابتسامة. عجبتني الكلام واللحن والتوزيع احمد ناصر وكل الحاجات اللي اتعملت، لكن انا اللي فكرت في فكرة المولد، لانه المولد وانا اخترت الاستاذ الدكتور محسن احمد رغم ان هو كان بيصور وقتها، وكانت الاغنية دي روتانا هي اللي بتعملها. اوكي. فكرت في فكرة المولد لان المولد هو ما فيش مولد في العالم العربي ولا العالم الاوروبي غير في مصر بس. المولد ده ما في طبعا، هو في الحاله الكرنفاليه دي بره، الكرنفال. بس المولد لا ما فيش بكل تفاصيله. وغير المولد اللي بكل تفاصيله، المولد عندنا بيجمع كل طوائف الشعب. صح. يعني بيجمع كل الطوائف دينيا، وبيجمع كل الفئات، الغني واللي مش غني قوي والمتوسط، رغم ان انا ما بشوفش ان في حاجه اسمها غني وفقير، بشوف ان في ناس يعني عايشة مظبوط ومسطورة وجميلة. فأقصد أقول إن المولد ده فكرة بتجمع صح الشعب في مولد. اللي عاوز يشوف مولد يروح مولد العذراء، يشوف المولد بجد يعني إيه مصر كلها في مولد العذراء. كل الموالد حلوة بكل الأديان وكل الطوائف وكل الفئات وكل حاجة، فدي ميزة برضو. يعني ميزة المولد إن هو بيجمعنا كشعب. انا بزعل لما الاقي تفرقه بيننا. ده كويس ان احنا قلنا الجمله دي. انا ما بحبش التفرقه لا في الرياضه ولا في السياسه ولا في الدين ولا في اي حاجه. بحب يبقى لك وجهه نظرك وانا يبقى لي وجهه نظري، ويبقى لك افكارك ويبقى لي افكار، ونتبادل الافكار بشكل راقي وبشكل جميل. ولما نختلف برقي بلطف وبلطف وبرقي طبعا. أوكي. فانا شفت في المولد الفكره دي، المولد الفكره اللي اتجمع. شوف من امتى والناس كلها حبت فكرة مش نظرة ابتسامة، فبقت الأغنية مش مجرد أغنية ساحرة شكلا وإن أنا بضرب فيها وبعمل فيها مولد وبتاع، لأ، يبقى فيها أبعاد. وده اللي احنا كويس برضو إن احنا بنقول ده دلوقتي في التلفزيون بتاعنا المصري، إن ده دورنا كفنانين وكإعلاميين، إن احنا نعمل حاجة في الشيء الإيجابي. صح. نخلي الوعي يختلف، نخلي الوعي يبقى إيجابي حتى في الفن البسيط، في أغنية لطيفة، في فكرة، في حاجة، شوية بشوية وعينا يتكرر. كفاية تطرف أفكار، يعني تطرف مذهبي وطائفي وديني، تطرف سياسي، تطرف أخلاقي، رياضي. تطرف رياضي، كفاية تطرف. الآراء المختلفة حاجة جميلة ومش غلط إن احنا نتنوع، بدليل إن أنا لابسة كده وحضرتك لابس كده، حتى الألوان بتختلف، حتى حبك لأكل معين بيختلف، ده شيء طبيعي، الأذواق تختلف. لكن حان الوقت إن قوتنا في تجمعنا، فكويس إن احنا قلنا فكرة المولد دي لأنها جمعتنا. وأنا شفت وخدت جايزة أحسن أغنية إنتاج، لانه المولد ده اتبنى في استوديو مصر 3 ايام. يعني فبان كانه مولد حقيقي، مولد طبعاً. مولد، فما تقدرش طبعا تروح تصور في مولد، فكان لازم يتبني. فليه بقول لك مش نظر ابتسامه دي كانت الخطوه الجامده اللي بعدها في ناس كتير افتكرت ان الاستاذ صبحي اختارني من خلال الاغنيه بس. لا. وانا ترشحت من الاستاذ جميل راتب في عيله شمس، هو كان شايف ان انا على المستوى الانساني مثقفه وكويسه. حلو. هو كان شايف كده، الله يرحمه يعني. اكيد يعني شايف صح. ونوعيه الاختيارات الفنيه اللي انا بختارها طول عمري وطول حياتي، اخرهم لا هخاف ولا انحني، لان هو كان شايف فيا كارمن اول ما كان عايز يعمل مهرجان المسرح للجميع. بس هو لما طلب ان احنا نتقابل قال لي في الاول ان احنا هنعمل مسلسل، لأنه هو كان محتاج أنه هو يشوفني مباشر. ده اللي أنا عرفته برضو منه هو بعدين، لأنه المسرح بيحتاج كاريزما أو بيحتاج حضور معين. وأنا الحقيقة فكرة المسرح وقتها ما كانتش مستهوياني قوي، لأن أنا يعني زي مثلا إحنا دلوقتي بنعمل حلقة، فحاجي بكرة هتسألني نفس الأسئلة وحرد نفس الإجابات. ده كان مفهومي يعني المسرح.